تفر بنتيجة إيجابية هذا الموسم، وكرة ملعوبة أول تهديف لشبيبة الصورة مباشرة إلى بوسماحة. بوسماحة نبيل أو بالخير، محاولة التوزيع الرأسية لكن فوق المرمى، محاولة التمرير إلى بوشيبة والحمري الآن، بوشيبة محاولة تسديد اللقطة، يتوغل في منطقة الجزاء ويسدد أرضية زاحفة. ضغط شبيبة الصورة تحاول تكثيف الهجومات بكاكش، محاولة التوزيع في المباراة. فريق شبيبة الصاورة بشكل ممتاز يرتقي أمام الشافعي وأمام منصوري في غياب الرقابة الدفاعية. الزايدي من 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 تعبير يعني يليق بسمعة هذا الفريق. وكرة أخرى يوسف يضيف الهدف ممتاز برأسية ممتازة، يوسف يضيف الهدف الثاني. لاحظوا الإعادة، يوسف لوحده، يا نهاية مثالية ورائعة لشبيبة الصاورة. هجوم آخر، كمارة على الجهة اليسرى، ينفرد على الجهة اليسرى في هجوم مرتد. كمارة ماذا يفعل؟ محاولة التوزيع، الثالث لشبيبة الصاورة. لاحظوا جيدا، تابعوا تمتعوا، والزايدي يتموقع بشكل جيد لوحده في مواجهة منصوري. محاولة التوزيع، لا توجد وضعية تسلل، نطاش خطأ من نطاش، تدخل يوسف تكون موفقة. وهجوم آخر لشبيبة الصاورة من الحمري، الحمري رائع، الحمري ممتاز ممتاز، الحمري مراوغ رائع إلى كاميرا. كاميرا ماذا يفعل؟ كاميرا على الجهة اليمنى، كاميرا محاولة التوزيع راسية. الصاورة لجاليت مصطفى، جاليت لحبيب محمد الأمين، والتسديدة دفاع اتحاد دلو. شبيبة الصاورة تعود للشريفي، محاولة التوزيع إبارة، وضعية التسلل كان قد رفع الراية الحكم رحمون. خطا الإبارة، وهجوم آخر لاتحاد العاصمة، سعيود أو لوليد عرجي، وليد عرجي لكن فوق المرمى، الكرة فوق المرمى. وبالفعل الحكم بوزرار يعلن عن نهاية مباراة شبيبة الصاورة. الحكم بوزرار يعلن عن نهاية المباراة لفريق شبيبة الصاورة بثلاثية نظيفة. أمام من؟ أمام فريق اتحاد الجزائر. نعم.